وسط الميدان كرة تعود سريعة لصالح لاعبي فريق المحلة. انطلاق المرة الثانية لمحاولة لعب الكرة داخل منطقة الجزاء بالفعل كرة عالية ومن يتابع من جول جول أمام نقطة العادة. الميري يرفع وحوليد المرغني يتغير الكرة في المرمى في المرمى يدان بالراس صراع وسط الميدان واحدة واثنين في راس جمعة يبحث عن التغرة والتمريرة والبينية واحدة واثنين يمشي مابونتي خطيرة الكرة تسديدة جول جول واحدة واثنين السبعة حولها في المرمى وليد المرغني يضع أولى الأهداف وأولى الكرات في مرمى الحارس علي الشعافي أولى الأهداف بجملة تكتيكية نقطة مهمة واللي هو اللاعب وليد المرغني حقيقة هذا اللاعب اللي أصبح من اللاعبين اللي يقودوا في المحل على كتفه رغم صغر سنه تواجده وحضوره في الملعب ونتوقع أنه راح يكون اسم مميز في دورينا وراح يكون محط أنظار الأندية الكبرى كرة لفريق المحلة المرغني المرغني يمر من لاعب اثنين يتقدم بالكرة المرغني سريع وليد المرغني يتقدم بالكرة وليد يفضل التمرير No there ain't no stopping us Fly without boarding pass Couldn't catch me I'll be moving fast Call me a shooting star Let them know you are Flying up and above Wish on a star To show him who's in charge Call me a shooting star Shooting stars Didn't even get to bronze I'm moving too far, getting lost
looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't, shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy, I stand out so don't be mad at me. Infiltrate, jump in my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy, I stand out so don't be mad at me. وليد المرغني هو الاخر كان نجم بارز صحيح للامانه. اللاعب هذا معناه في الناحيه الجسميه في الناحيه الدفاعيه في الاستحواذ في الكره حقيقه من اللاعبين اللي ستايل كاكا ويقولوا له كاكا. لا هو اللاعب ده مراد ده اللاعب ده زي ما نقولوا احنا عنده ثقه في نفسه وبده عكس الموسم الماضي بده يشد الكوره بده ما يخافش يمشي للامام يقوم بالواجبات الدفاعيه. لاعب تكتيكيا على مستوى جيد.